اليهود نود الصلاة في الأماكن المقدسة التي صلى فيها الأنبياء والنبي محمد هو أحدهم، ولذلك كان من دواعي سروري أن أزور هذا المسجد حيث كان النبي محمد يصلي، وأنا صليت هناك بلغتي العبرية من أجل السلام في الشرق الأوسط بين المسيحيين واليهود والمسلمين والأقباط وجميع الديانات. فالشرق الأوسط هو كيان واحد، وأصحاب الأديان المختلفة عاشوا في المنطقة على مدى سنوات، وأعتقد أنه حان الوقت لجيلنا كما ذكرت في إحدى مدوناتي أن نغير هذا الوضع وأن نخاطب بعضنا البعض.